محسن، عمرو السليم. وخلال الساعات السابقة كده يعني فيديو انتشر للاعب وهو بيتكلم عن عرض احتراف خارجي وتسريب المكالمة لعمرو السليم وأمور بصراحة زي ما بقول لحضراتكم، كل ما هتيجي تقرب على المباراة النهائية انتوا عارفين كويس قوي ان في بعض الأشخاص اللي بيبقى ليهم مصلحة في تسريب مثل هذه المكالمات ومثل هذه الأمور عشان يشتتوا أذهان اللاعبين، لكن أنا اللي عاجبني ان الجمهور الأهلي لا يتأثر أبدا بمثل هذه الأمور. بالمناسبة اللي حصل ده أو المكالمة دي كانت قديمة قوي قوي، يعني من حوالي أكتر من سنة ونص بالنسبة لعمرو السليم. التوقيت بتاع نشرها واضح جدا ان الهدف منه ايه يعني. الكلام بقى اللي في المكالمة هو يا جماعة عشان برضو نبقى يعني بنتكلم مع بعض بوضوح، طموح مشروع عند أي لعيب إن هو يكون عايز يحترف، لكن كان الأساسي إن هو يحترف من خلال النادي الأهلي يعني. ودايما لما بالمناسبة عمرو السليم جاله عروض والأهلي رفضها واللاعب ملتزم جدا وحابب إن هو يكون موجود في الأهلي، مفيش أي مشكلة يعني. يعني أنا اللي عايز أقوله يا جماعة إن إحنا أو مش عايزين ندي فرصة لحد يهول لنا الأمور ويهول المواضيع عشان يأثر على اللاعبين ويشتت أذهانهم قبل النهائي الأفريقي يعني. فبالتالي قصة مش محتاجة هذا الكم من الأحاديث على السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام المختلفة. وعمرو السليم أحد الركائز الأساسية في صفوف منتخب مصر وفي صفوف النادي الأهلي، الراجل عمره ما قصر في حق النادي الأهلي ودايما بيبذل كل المجهود اللي بيمتلكه داخل أرضية الملعب. وخلوا بالكم خلوا بالكم على مدار الفترة اللي جاية دي لحد يوم 27 هتلاقي أخبار زي دي كتير، وهتلاقي امور ملهاش اي لازمه بيتم نشرها عن لاعبي النادي الاهلي، سواء البعض منها ممكن يكون صحيح البعض الاخر يكون خاطئ، لكن في بعض الاحيان لازم احنا ناخد الامور بمنتهى المنطقيه دون اي تضخيم عشان مصلحه اللاعبين ومصلحه الفريق وقبل نهائي مهم وغايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. فدي الامور اللي تتعلق سواء محمد هاني، مروان محسن، وعمرو السليم.